السلام عليكم خواتاتي الزوينات والغزالات والفنانات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين مهنيين، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. ومرحبا بكم معايا اليوم، ومئة الف مرحبا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم معنات البنات في هذا المحل. هذا كيدير مواعن اللي زوينين البنات بزاف، كيدير اثمنه اللي مناسبه، فقلت علاش لا ما نشاركوش معكم في حال هكا وتاخذوا فكره. واللي بغات شي حاجه مثلا مرحبا بها ومئة الف مرحبا. انا غا في حال هكا كناخذ من عنده البنات، كنتقدم من عنده شحال من مره، وكيدير اثمنه اللي مناسبه وعنده معنات اللي زوينين. هادشي علاش قلت علاش لا ما نشاركهمش معاكم. كاينين حتى معنات ديال 5 دراهم، حتى هما دايرهم. هذا هو المحل ديالهم من برا كيف كتشوفوا البنات، جا في بلاصه باينه ومعروفه البنات، جا في شارع المدنيه. هاد شارع المدنيه البنات راه كيدي في حال هكا القيصريه تباتا، قيصريه تباتا البنات راه كاينه الفوق، كاينه الفوق شويه كتزيد كتنزلوا، يعني هذا راه شارع المدنيه البنات راه معروف في تباتا. كاين هنايا في القنت جزار، هو اللي كاين في هذا القنت هذه، والمحل ديالو مقابل معاه كيف كتشوفوا. راه قيصريه تباتا معروفه، كاين هذاك الشانطي ديال المدنيه، باش ملي كندخلوا البدايه ديال قيصريه تباتا كنقطعوا داك الشانطي باش نكملوا القيصريه. نتوما في بلاصه ما تقطعوا داك الشانطي غتنازلوا غتهبطوا ديك الهبطه ديال هذاك الشانطي نفسه، وغتلقاوه كاين هو على اليسار، غتلقاوه كاين على اليسار. هذا هو المحل ديالو، وكيف ما قلت لكم راه كناخذ من عنده شحال من مره واسمينا ديالو مناسبه، فهاد الشيء علاش قلت نشاركوا معكم علاش لا. وواحد الحاجه البنات كنتمنى تعاونوا معايا الا كنت عزيزه عليكم، الله يعطيكم السلامه، بارطاجيو الفيديوهات ديالي باش يوصلوا للناس كثار، وباش يتعرفوا عليا ناس كثار، وباش العائله ديالنا تكبر كثار. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. المهم غندوزوا لاول شكيه للبنات اللي هو هذا. هادو راهم معروفين كيديروا فيهم البطاطا والبصله، هادي كدار فيها وقيله البصله، واللي لتحت راه فيها البطاطا، راه دايرين حتى هما ديك الصوره في اللون البيج كيف كتشوفوا البنات. هادي كنت سولتو على الثمن ديالها، قال لي 5400. راه فايت البنات شحال هادي، كنت درت واحد الفيديو عنده كتغلوحو لكم، كان جايب حويج لي واعرين كتغلوحو لكم، وللاسف الفيديو تمسح ليا، ولكن غنوريكم واحد الصور شي منظمات اللي كاينين عنده شي حاجه اللي زوينه. كاين حتى هذا الموديل هذا البنات كيف كتشوفوا فيه 3 طبقات، هادي ديروا فيه فحال واحدة الديسير، واحدة ديروا فيها البطاطا، واحدة البصلة، كيبقى لكم الاختيار شنو نتوما ديروا فيها. هي متعددة الاستعمال، استعمالات البنات، الثمن ديالها 6000. وكاينة هاد البيضة هادي، ها نتوما تا هي بالغطاية ديالها، هادي كبر من الباج كيف كتشوفوا، الباج راها صغيرة وهاد البيضة كبيرة، الثمن ديالها هادي 7000. وكاين هاد اللون الاسود كيف كتشوفوا، هذه فيها 3، صراحه جاتني هذه اللي فيها 3 احسن كاع، عمليه وحده غديروا فيها الثومه، وواحده البصله، وواحده البطاطا. هاد الكحله هذه الثمن ديالها البنات 8000، هي وهذه، لانهم حتى هما بجوجهم 3 طبقات فيهم، الثمن ديالهم 8000. المهم اللي كيسول على هادو كيعجبوهم بزاف هادو ديال البطاطا والبصله وداكشي، فقلت نقرب ليكم وتعرفوا فيها على هاد المحل. هذا راه كيدير حويجات لي زوينين البنات والله العظيم، انا حيت عجبني داكشي اللي عنده، هادشي علاش بارطاجيت معكم داكشي اللي عنده. كاينين حتى هاد الكويسات هادو البنات كيف كتشوفوا، هادو الثمن ديالهم 70 درهم. هادو كنت سولتهم على الثمن، شي حوايج ما سولتش على الثمن، غير عجبكم هذا الفيديو هذا وشجعتوني فيه غادي نعاود ندير لكم فيديوهات بزاف عنده. صراحه زوينين فيهم اللوينات،
كاينين هاد كيسان هادو الصغار، الثمن ديالهم 90 درهم. شوفوا تبارك الله راه عندهم معينات اللي فنين البنات والله العظيم. كاينه حتى هاد الكوكوط هادي، لكن ما سولتوش على الثمن ديالها. كاينه هادي اللي كانوا نيت داروها في بيم، راه هي تماما الغطايه ديالها ديال الزاج، وهذه كتقلو فيها فحال هكا بطاطا وتقدروا ديروا فيها شحال من حاجه. كاين هاد البلاطو هذا ديال الزاج، وهاد الصغير هذا حتى هو ديكور زوين. كاينين هاد الطبيصلات هادو في الذهبي، وكاينين حتى في الابيض. صراحه عنده حويجات لي زوينين. ملي غندخلوا البنات لداخل راه داير كاع داكشي ديال 5 دراهم. عاوتاني كاين حتى هاد الفراقه هادي ديروا فيها فحال هكا الديسير او اي حاجه. وكاينه هادي ساعه العود، انا راه مضروب على هادشي ديال العود. هادي سولتو على الثمن ديالها قال لي 120 درهم. كيف كتشوفوا البنات الشكل ديالها زوين. وشوفوا هنايا البنات هادو الالعاب لوليدات صغار، شباكي. كاينين هادو اللي كيلصقوا في الحيط، عنده كاع الوينات، كاع الوينات عنده. داير حتى المواد الغذائيه، يعني حتى الماكله هي دايره موجوده عنده. هادو ديال البيتزا، وهاد الكسرونات كيف تشوفوا البنات فيهم الجرانيت من برا ومن داخل. وكاينين هادو تاهما البنات فيهم 3، فيهم المعلقه ديالهم فحال كديروا فيها القهوه الملحه. شوفوا البنات الكسرونات تبارك الله شحال زوينه، من الداخل فيها الجرانيت ومن برا. كاين حتى هذه ديال البغرير حتى هي فيها الجرانيت. صراحه عنده حويجات لي زوينين، وعاد الثمن ديالو كيدير اثمنه لي مناسبه. كيف ما قلت لكم راه كنت خديت من عنده شحال من حاجه، وبان لي الثمن ديالو كينقص على الاخرين. شحال من حاجه كناخذو من عنده كنسول بلاصه اخرى كنلقاه هو ناقص الثمن على الاخرين. هادشي علاش بغيت نشارك معكم داكشي اللي عنده، لان انا عارفه ثمنه مناسب، كيدير شي اثمنه لي مناسبه. هادي حتى هي ديال الخبز اللي فيها الغطايه ديالها ديال العود. هاد الشبكه هادي كتغسلوا فيها المواعن، وداكشي كدار فوق لافابو، كدار فوق الحوض، وكتبقاو تغسلوا المواعن وديروا فيها التقطار وداكشي. جفافف كلشي موجود عنده. شوفوا هنايا المواد الغذائيه البنات. دابا غندخلوا لداخل، شوفوا تبارك الله كل شيء موجود عنده والله العظيم. الفرماج كل شيء، كل شيء غيبان لكم كاشير. شوفوا تبارك الله الشوكولات. وشوفوا الجهه الاخرى عاوتاني داير فيها المواعن، داكشي ديال 5 دراهم، كاع داكشي ديال 5 دراهم دايرو. حاولت نوريكم كل شيء، كاع داكشي اللي في المحل باش تاخذوا فكره. والصراحه راه عندهم معنات البنات والله زوينين، شي حاجه عنده اللي زوينه. عطى الله هادشي ديال 5 دراهم، عطى الله ما يتبقشش فيه. شي هادشي كامل البنات اللي كتشوفوهم هنايا دايرهم في شباكي كلشي ب 5 دراهم. حتى هاد العلبه هادي زويونه تحطوا فيها اي حاجه، حتى هي الشكل ديالها زوين.
هذه حتى هي ب5 دراهم، كل شيء هادشي ب5 دراهم. حتى الشمع اللي باغا الشمع، هو الشمع عدو شوفوا تبارك الله البنات، الفرماج كل شيء تبارك الله عنده، مواد غذائية عنده، داكشي ديال 5 دراهم. حاولت البنات نوريكم المحل كامل شنو داير فيه، ما نبخل عليكم حتى شي حاجة. وكيف ما قلت لكم البنات في الاول، كنتمنى الله يعطيكم السر الا كنت عزيزه عليكم. بارطاجيو الفيديوهات ديالي، تعاونوا معايا باش القناه ديالي تعرف اكثر وباش يعرفوني ناس اكثر. واللي اول مره كتشوف القناه ديالي فكنتمنى التعاون مع اختها وتشترك بالقناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو باش العائله ديالنا تكبر. واكيد لي لايك والتعليق ديالكم راه هما اللي كيشجعوني وهما اللي كيحفزوني وهما اللي كيعطوني طاقه ايجابيه. ولا عجبكم هاد الجوله هذه اللي درتها لكم في هذا المحل هذا، كتبوها لي فحال هكا في التعاليق باش نشوف ليكم محلات اخرين عاوتاني ندير لكم جوله عندهم، علاش لا. شوفوا حتى هاد الشبيكه هذه البنات الشكل ديالها زوين، وهي في نفس الوقت كتنظم مبادره، كتنظم مبادره شحال من حاجه. شوفوا الشكل ديالها كيفاش داير، غادي نجبد لكم واحده باش تشوفوها. شوفوا الشكل ديالها كي داير، كتجي فحال الشكل ديال الكروسه وكتنظموا فيها فحال هكا اي حاجه، فيها البياض فيها الكري فيها البيج فيها الكحل، كاع اللوينات فيها. شوفوا هادو البنات ديال السيليكون كتغسلوا بهم فحال هكا الماء عند الطبيصلات. وهذه البنات راها صغيره، غير في الفيديو كتبان شويه كبيره. ما شاء الله البنات راه منوع في المحل، كل شيء دايره، كل شيء البنات دايره في هذا المحل هذا. وكيجيب هادشي ديال المنظمات وداكشي كيجيبهم بزاف، كتبغي فحال هكا مره مره دوزي المحل ديالو وتشوفي شنو عنده. كاينين هادو فراشات كيديروهم المجوره، ها هو راه عنده في اللوينات، عنده كاع اللوينات ديال هاد الفراشات هادو. هنايا عاوتاني طباصل، وداير حتى الترياس البنات كيف تشوفوا الشكيله ديالهم. صراحه المره اللي كنت جيت عندو، هذيك المره اللي فايت ودرت لكم فيديو عنده، كانوا عنده شي ترياس البنات شي حاجه اللي زوينه بزاف والله العظيم. ولكن راه كل مره حتى تا كتقاد السلعه عاد كيعاودو عاوتاني يجيبو سلعه اخرى. فحال هكا كل مره 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 كدوزو عنده، بعد المرات كطيحو في شي حاجه اللي زوينه. عندو حتى هذه البنات اللي كنت شريتها من بيم، ولكن لقيتها ماشي فحال بيم، ماشي فحال اللي كنت خديتها من بيم. تاع بيم البنات السيليكون عندها قاصح قاصح، هذه السيليكون ديالها رقيق دغيا كتطلع دغيا، ماشي فحال ديال بيم. ديال بيم حسن، انا راه الصراحه راحه الحاجه اللي عجبتني عجبتني، واللي ما عجبتنيش ما عجبتنيش. اللي كاين صارحكم بيه وصافي، انا عندي الاهم نتوما، يعني الصراح الحاجه اللي كنبغيها لراسي واللي كتعجبني لراسي نبغيها لكم حتى نتوما. كاينين هذو البنات الشكيين ديالهم صراحه زوين، فيهم الباج فيهم الكري فيهم الاحمر فيهم الغوز،
كيف تشوفوا فيهم الوينات، ولكن من التحت اللي هادو مع الغسيل يقدروا هاد التحتاني ما كيبقاش زوين. كاينين حتى هادو البنات انتوما فيهم الوينات تشكيلات اللي عجبوكم. كاينين هادو البنات ديال الكيكه اللي كانت فحال هكا غتصاوبوا شي كيكه طويله. صراحه هادو البنات كيجوني انا عمليين زوينين، بالاخص لو كنتي غادي عند شي ناس ولا شي حاجه كديري الكيكه فيها، كتبقى حتى الكيكه كتبقى مزيانه، ما تخافيش عليها لا تخسر، سواء الدايرين سواء الطوال فحال فحال كتبقى فيهم الكيكه البنات زوينه. وحتى الا كانت نيت في الدار عندك نيت تقدري ديرها فحال هكا في الثلاجه، كتبقى بالعلبه ديالها مسدوده احسن. كاين هادو تا هما ديال البيض راه كانوا جابوهم بيم، وكاينين حتى عنده تبارك الله المحل ديالو راه فيه البنات ما يتبقشش، كل شي عنده تبارك الله. كاينين عنده حتى هادو ديال لافابو كيف كتشوفوا هنا، كتحطوها في الروبيني كيف كتشوفوا الشكل ديالها. انا راه عندي واحد الوحده دايرها حتى انا في الروبيني. وعندو البنات حتى الماكياج جا هو عنده، ها نتوما الماكياج ديكورات هادو حتى هما عنده تبارك الله، راه منوع من كل شيء، كل شيء عنده. شوفوا هنايا الصبيغ العكوره الريسيل كل شيء تبارك الله منوع منه، كل شيء عنده تبارك الله. بيموت فانيد اللي بغيتو اللي بغيتو تلقاوه عنده. هذه هي الجهة الثانية يعني اللي خرجت منها، دابا دخلت من الجهة الاخرى وخرجت من هاد الجهة هذه. هنا هي داير غاتشي ديال بلاستيك، شبكات ديال الخبز كيف كتشوفوا البنات المحل. كنتمنى تعجبكم هاد الجولة اللي درت ليكم، وبغيت التشجيعات ديالكم يعني الا عجبتكم هاد الجولة هادي غنولي ندير لكم جولات واحدين اخرين في محلات اخرين، علاش لا. كاين حتى هادو البنات لاحظت زوينين، هادو كديرو فحال هكا الشمعه تما كاين، راه ديني بلاصه الشمعه لداخل وكتشعليها وكتحطيه في اي بلاصه. راه كاينين بانوا لي واحد جوج لوينات، كاين الاحمر وكاين الشيبي. كاينين هادو البنات كيديروهم فحال هكا السينيال والشيته ديال السينيال كيف كتشوفوا هاد السطوله هادو تاع الحديد هادو. ساعات كل شيء عدو تبارك الله، مو كل شيء عدو زوين صراحة. وغنشارك معكم دابا البنات هادو اللي في الصور كيف كتشوفوا، هادو راه كانوا عنده هادو البنات نهار الاول اللي مشيت ندير فيه فيديو وتمسح لي الفيديو بقاو لي هاد صور. هادو راه كانوا عنده فحال هكا كتنظموا بيهم، كاينين هادو كتنظموا بيهم الطباسل كيتنظموا بها الطريقه هذه كيف كتشوفوا. عندهم هذه كتعلقوا فيها فحال هكا الكراطه والشطابه وكيتعلقوا، راه كل مره كيجي بالجديد، كل مره كيجي الجديد وكيشرو الناس بزاف كيعاود يجي جديد اخر. صراحه راه عنده حويجات زوينين، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. شكرا لكم اخواتاتي بزاف المشاهده، شكرا للتشجيعات ديالكم، ما تبخلوش على اختكم بالتعاليق والبارطاج باش تعاونوا معايا، الله يعاونكم والله يحفظكم. وشكرا لكم بزاف وبسلامه عليكم في فيديو جديد ان شاء الله.